past simple and past continuous. الماضي البسيط والماضي المستمر. أول موضوع في الوحدة الأولى لمنهج السادس الإعدادي. الماضي البسيط بكل بساطة past simple يتكلم حول حدث معين كان يحدث في زمن الماضي وانتهى. يعني على سبيل المثال أكلت تفاحة، لعبت كرة قدم. كل هاي الجمل، كل هاي الأفعال هي في زمن الماضي وانتهت. إذن الماضي البسيط هو عبارة عن حدث حصل في زمن الماضي وانتهى. يتكون الماضي البسيط بشكل بسيط من subject plus verb ed or irregular اللي هو نحن نسمينه شاذ. فعلى سبيل المثال play played أفعال قياسية مجرد بإضافة ed، لكن go went فعل غير قياسي، make made، spend spent. إذن الماضي البسيط هو عبارة عن حدث حصل في زمن الماضي وانتهى. طالما أنه حصل في زمن الماضي هناك بعض الدلالات الزمنية اللي من الممكن استخدامها مع هذا الزمن اللي هو past simple. على سبيل المثال yesterday البارحة، last week last month كلمة last بشكل عام اللي تعني الأسبوع الفائت أو الشهر الفائت، ago when I was born، my old job في عملي القديم. كل هاي الدلالات ممكن استخدامها مع هذا الزمن واللي تشير إلى وجود زمن الماضي البسيط. past continuous الماضي المستمر يتكلم حول حدث كان يحصل في زمن الماضي لكنه مستمر. على سبيل المثال كنت أكل تفاحة، وين؟ في زمن الماضي، فحدث مستمر وهو أكلي للتفاحة. كنت ألعب في زمن الماضي، كل عبارة عن أحداث مستمرة لكن في زمن الماضي. الباست كونتينيوس يتكون من subject plus was or were plus verb ing. I, he, she, it يأخذون was. You, we, they يأخذون were. I was playing football. I was eating an apple. She was eating an apple. He was making a cake. He was studying. They were studying. في التمرين صفحة رقم 5 اللي يتكلم حول استخدام الماضي البسيط أو الماضي المستمر. قاعدة هذا التمرين في كتاب النشاط اللي هو في صفحة 5 هي كالتالي: في حالة وجود while or as حنستخدم مباشرة وراءها زمن الماضي المستمر اللي تكلمنا عليه قبل قليل، يتكون من subject plus was or were plus verb ing. في حال وجود when أو and حنستخدم مباشرة وراءها past simple اللي يتكون عندنا من subject plus verb ed أو شاذ. لازم نخلي بالنا إنه while و as when و and، فإذا كانت هاي الجملة في زمن الماضي المستمر، على سبيل المثال لو عندنا while و as مباشرة عندنا ماضي مستمر حنستخدم طبعا، الجملة اللي بعدها أو اللي قبلها حتكون في زمن الماضي البسيط. وإذا كان عندنا when و and وحنستخدم وراء هاي when و and ماضي بسيط، الجملة الثانية حتكون عندنا بالماضي المستمر. يعني حصل حنستخدم ماضي مستمر وماضي بسيط. بالامتحان حنستدلل على الاستخدام الزمن عن طريق وجود while او as او when او and. ينطيكم وحدي فقط احدى من هاي الدلالات، while او as حنستخدم مباشرة وراءها past continuous، when او and حنستخدم مباشرة وراءها past simple، والجملة الثانية حتكون العكس: ماضي بسيط ماضي مستمر، ماضي مستمر ماضي بسيط. ننتقل حاليا إلى حل التمرين في صحيفة رقم 5. صيغة السؤال: put one verb in the past continuous، يعني ضع أحد الأفعال في الماضي المستمر، and one in the past simple، والآخر في زمن الماضي البسيط. الجملة رقم 1: I think about you and then you ring me. طيب نستدلل عليها عن طريق وجود and. القاعدة قبل قليل تكلمنا عليها، في حال وجود and الجملة اللي وراءها تكون في زمن الماضي البسيط، وماضي رينج ورانك. إذا حددت أنه بعد أند ماضي بسيط مجرد تعطي الفعل بصيغة الماضي بعد أند.
الجملة الأولى حتحلها في صيغة الماضي المستمر. فالماضي المستمر يتكون عندنا من subject plus was or were plus verb ing. فهو عندنا I، الآي هتأخذ was or were was زائد الفعل بين قوسين think و thinking. الجملة الثانية while I have a shower somebody knock at the front door. عندنا while، بعد while حنستخدم past continuous. إذن while علي اللي هو he plus he يأخذ was was plus الverb ing اللي هو having وتحذف الإي. الجملة الثانية حتكون مباشرة مجرد ماضي بسيط اللي هي knock knocked مجرد إضافة ed. الجملة رقم ثلاثة I clean my room and I find 30 euro under my bed. الأداة and، بعد أنت حنستخدم ماضي بسيط مجرد صيغة الفعل نطينه بالماضي بهذا التمرين، كذلك بصيغة الأسئلة الوزارية دائما متكررة بهالطريقة. ماضي find هو found. إذن الجملة الأولى حتنحل بطريقة الماضي المستمر، عطانا الفعل I، إذن حنستخدم was، لأن I تأخذ was زائد clean cleaning. رابعا luckily شريفة not drive very fast when the child run into the road. الأداة هي when، بعد وين حنستخدم ماضي بسيط مجرد حنستخدم صيغة الفعل في هذا الزمن الماضي البسيط. ماضي ران هو ران. الجملة الأولى حتكون في زمن الماضي المستمر شريفة was، من شريفة هي she not و driving على أن نحذف الإي. 5 أثيف يعني سارق take our clothes while we swim. while بعد while حنستخدم ماضي مستمر we الفاعل زائد was or were where، لأن we تأخذ where وفعل ing swim هو swimming مع مضاعفة الام. والجملة الأولى حتكون بالماضي البسيط ماضي take و took. الجملة السادسة she tell us to be quiet as we make too much noise. بعد as حنستخدم فعل ing أي ماضي مستمر. إذا حيكون عندنا as we was or were ويتأخذ where ing للفعل make مع حذف e making. والجملة الأخرى حتكون عكسه بالماضي البسيط وماضي tell هو told. 7 my sister hide my purse under the bed while I not look. while عندنا بعد while حنستخدم past continuous I، هل I تأخذ was or where was والنط تنزل مباشرة والآي إن جي تضاف للفعل، طبعا ما تضاف للنط أكيد تضاف للفعل، ماكو nothing looking while I was not looking. الجملة الأولى حتكون في زمن الماضي البسيط وماضي hide مجرد نحذف الإي hid. وثامنا as الأداة as عندنا she carry the shopping from the car my grandmother slip and break her ankle. بعد as حنستخدم في زمن الماضي المستمر as she was or were was و carrying مجرد خلي ing carrying the shopping from the car. مباشرة الجملة اللي بعدها حنستخدم ماضي البسيط حتى لو كان أكثر عندنا من فعل، فحيكون عندنا slipped and broke ماضي break و broke. إذن ملخص هو when و and مباشرة يأتي بعدها زمن الماضي البسيط، الجملة الثانية حتكون في زمن الماضي المستمر. while as مباشرة يأتي بعدها ماضي مستمر، الجملة الثانية أو حتى ممكن تكون الجملة الأولى بالماضي البسيط. وفي الامتحان الوزاري يحدد لك أداة وحدة هل هي while أو as أو and أو when، ما ممكن يجيب when و and أو while و as حتى تستدل على الزمن المعين. أتمنى تكون الشرح كافي. أي استفسار ممكن التواصل على العنوان الموضح.